من عزبة الحاج مستور العربي بقرية ميتا بولكوم تلا المنوفية، أنقل ليكم فعاليات مؤتمر دعم وتأييد المرشح لانتخابات نواب 2020 المهندس محمد عبد الغني أبو أحمد رقم 15 رمز السفينة. تابعونا النهاردة هنشوف فعاليات المؤتمر. مرشحكم لمجلس النواب 2020 المهندس محمد عبد الغني أبو أحمد رمز السفينة رقم 15 عن دائرة تلا والشهداء. ما يختلفش عليه اتنين، لما يكون في كبير من العائلات كلمته ماشية على الكل وكمان محكم عرفي ويدعم ويؤيد مرشح لانتخابات نواب 2020 يبقى النجاح حليفه. يشرفنا ان احنا نكون النهاردة في ضيافة الحاج مستور العربي. اهلا وسهلا بحضرتك حاج. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. الشرف لينا يا حاج. في البداية خالص اول ما قلت واتكلمت اتكلمت عن المحكم العرفي صاحب الاصول اللي كلمة الزين اللي بتسد في الدين، لما يكون بيرشح او بيدعم مرشح لانتخابات فالحظ يبقى عند المرشح ده، ايه راي حضرتك؟ انا رايي طبعا ان احنا بندعم اي مرشح يبقى راجل محترم وراجل بيتكلم في المصلحه العامه. طبعا المصلحه بتاعت الايه؟ الشعب كله، ما فيش واحد بينفرد بمصلحه شخصيه، هي المصلحه العامه هي اللي بتبقى كويسه. وطبعا فيه مرافق زي الطرق، تسفيل الطرق، زي المجاري، زي الغاز، زي الحاجات دهيت احنا طبعا محرومين منها على ان احنا في الخلف، في خلف الكرة. فطبعا الكرة بتاعتنا نفسها ما دخلهاش الكلام ده كله، محرومة من الكلام ده كله. فاحنا املنا كبير في مرشح يكون قوي ومرشح يكون يدور على مصالح الناس قبل مصلحته هو الشخصية، واحنا ندعموه بكل قلوبنا. وربنا
ربنا يولي من يصلح. امين يا رب العالمين. يا اسباب اختيارك للمرشح باشمهندس محمد عبد الغني، ايه الاسباب اللي خلت حضرتك تدعمه؟ انا شايف انه راجل مرموق وراجل قادر ان هو يعمل حاجه. هو راجل مرموق وراجل قادر يعمل حاجه، انما في مرشحين تانيين اللي هم بقى لهم مصالح بقى طبعا بييجوا ايه الوعود بس وما بنشوفش وشهم غير ايام الانتخابات باتوا بس، والف سلامه ما حدش بيشوفهم خالص نهائي. فده اللي زعل الناس من الايه، من الناس ديت اللي هم من نائب العموم اللي هم الجيل السابق كله. تمام. اما احنا املنا في الجيل اللي طالع جديد انه يعمل لنا حاجه ونشط العالم الثاني اللي هو في خلف الكره، الكره في الخلف. تمام. اما احنا كمان في الخلفين من ورا. فاحنا املنا كبير ان السيد المحافظ يكون له ودن صاغيه، محافظ المنوفيه، على ان احنا بنتكلم في التلفاز العربي، واحنا املنا في محافظ المنوفيه بانه هو يشوف المرافق بتاعتنا ويعمل لنا حاجه. لما يومين الشتاء ما بينزل بيقطع الطرق علينا، الطرق بتنقطع علينا خالص من السيل من المطر، احنا عاوزين اسفلت نمشي زي بقيه الشعوب، الشعوب بتتقدم لقدام. تمام. احنا بنرجع للخلف. تمام. وبيتاكل الميزانيه بتاعتنا اللي الدوله بتنزلها بتضيع بقى. ما اعرفش، انا ما بتهمش حد بغير بنضم صوتنا لصوت حضرتك ان الدوله تنظر، وكل من له سلطه ان الدوله تنظر للكره، تنظر للنجوع، تنظر لناسنا واهالينا، تحببهم في الارض، تدعمهم اكتر، سواء كان في الزراعه او سواء كان في البذور او في الكيماوي او في اي شيء، لان الفلاح هو اللي بياكل مصر كلها. الله يرضى عليك كده. تمام التمام. واحنا سعداء بلقاء حضراتكم وشرفتونا ونورتونا، واحنا تحت امركم. ومعانا احد المواطنين من عزبه الحاج مستور العربي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اتعرف بحضرتك. عبد الحليم محمد عبد الحليم. حضرتك بتشتغل ايه؟ معد برامج بقناه اقرا الدينيه. اهلا وسهلا بيك بحضرتك يا فندم. ربنا. حضرتك جاي النهارده ليه؟ احنا جايين ندعم الباشمهندس محمد عبد الغني ابو احمد، وان شاء الله يكون موفق في البرلمان القادم، وجهه مشرفه لينا ان شاء الله، واهل علم ومهندس، وان شاء الله نتوسم في خير باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طب حضرتك متوسم في ايه؟ يعني ايه المطالبات اللي مثلا لو ان شاء الله باذن الله ربنا قسم له النجاح، واول حاجه تطلبها منه اول ما ينزل البرلمان؟ اول ما ينزل البرلمان ان شاء الله نطلب منه يكون متواجد على طول بصفه دائمه في المركز اللي هو مترشح عنه، مركز تلا والشهداء، ويشوف متطلبات الجمهور ايه من الرصف في الطريق والمجاري والحاجات اللي هي بتمس الشعب، الحاجات الضروريه المهمه لازم يكون هو مسؤول عنها. مصر شابه والشباب عماد المجتمع. معانا النهارده استاذ، اتعرف على حضرتك. عباس مستور عبد الرحمن العربي. طب احنا في ضيافه الحاج مستور العربي وفي ضيافه حضرتك طبعا. عايزه اسال حضرتك بما ان حضرتك وجهه مشرفه للشباب، ايه اللي بتطمح من النائب عاده، سواء كان ربنا سبحانه وتعالى قدر النجاح للبشمهندس محمد او حد غيره، بما انك شاب شايف ايه المتطلبات اللي العزبه بتاعت حضرتك او القريه والبلد بتاعت حضرتك محتاجاها الفتره الجايه؟ الاول بنطلب التوفيق من ربنا للبشمهندس محمد، ربنا يوفقه. في الحقيقه احنا هنا ناقصنا مرافق كتيره جدا، مثلا احنا هنا كعزبه متناثره بعيد عن الكتله السكنيه، احنا مثلا طالبين مثلا طريق كويس يوصلنا، لان هنا احنا عندنا كل واحد دلوقتي بيمتلك عربيه او كده سياره، وبالتالي احنا داخلين على الشتاء دلوقتي، والفتره اللي جايه دي اصلا بتبقى الطريق صعب هنا التحرك، ويمكن حضرتك شفتي وانتوا جايين. في تاني مرافق زي مثلا صرف صحي، زي برضو مرافق زي الميه، برضو في بعض الاماكن ما وصلهاش هنا في العزبه. اما بالنسبه للكره احنا طبعا بنطلب الحاجات الاساسيات الاولويات بتاعتنا، احنا الطرق تبقى كويسه افضل. متوسم حضرتك خير في باشمهندس محمد، بما ان حضرتك والحاج مستور العربي بتدعموه شخصيا وعاملين المؤتمر التأييد ده على شرف حضراتكم وفي ضيافتكم الكريمه، يعني بتطلبوا منه ايه، او شايفين منه المطالبات اللي انتوا شايفينها منه الفتره الجايه، وهل متوسمين فيه ده ولا لا؟ والله هو الباشمهندس يعني مبدئيا كده احنا سمعنا عنه قبل ما نشوفه، لان هو بيسكن في قريه بعيد عننا شويه، بس هو الراجل ده دايما بيقوم باعمال خيريه كويسه جدا، فدي حاجه كويسه في الطبيعه البشريه بتاعتنا او النفس البشريه. زائد على كده هو عنده خلفيه سياسيه كويسه جدا، مخضرم سياسيا. لما قعدت سمعت منه انا بصراحه ارتحت له، وعرفت ان هو الراجل ده بجد هيبقى عنده طموحاتنا واعلى شويه.
هو طبعا احنا بنطلب من يعني بنتمنى له التوفيق ان ربنا يكرمه، لان انا فعلا هو ناشئ من وسطنا، لان هو اكيد حاسس بينا، حاسس بمشاكلنا، حاسس بمشاكل الفلاحين. طبعا احنا عايشين في وسط اقاليم وارياف وكلنا فلاحين واهلنا فلاحين، ومشاكلنا غالبا كلها واحده اللي هي مشكله الفلاح. ما توفير موارد ليه، بتساعده على الزراعه، بتساعده على ان هو يعمل مشاريع صغيره تساعده تزود له الدخل شويه. فهو الباشمهندس ناشئ مننا يعني زي غيري، زي احنا كلنا احنا من اصل واحد، فاكيد اكتر واحد حاسس بينا وبيته مفتوح. يعني الباشمهندس نسمع عنه الكرم والاخلاق وكل حاجه كويسه، فبنتمنى من ربنا ان ربنا يوفقه. المرشح المهندس محمد عبد الغني ابو احمد، مرشح دائره تلا والشهداء، رقم 15، رمز السفينه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، تشرفنا وتنورنا النهارده ان احنا نغطي مؤتمر دعم وتأييد حضرتك. في البداية خالص أحب أن أنت تقول لي كلمة لصاحب المؤتمر وصاحب المكان الحاج مستور العربي. في الحقيقة يعني دعم الحاج مستور العربي شيخ مشايخ العرب في الشهداء وتلا والمنوفية ده فخر ليا، ويعني ده إن دل فإنما يدل على أن القامات الكبيرة في مركز الشهداء وتلا بتتبنى مشروع محمد عبد الغني يكون نائب للبرلمان يمثل أهل الشهداء وتلا نائبا عنهم أمام الجهات الرسمية، ويحفظ ويرعى حقوق الدائرة إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، أنا شايفة كل كبار تلا والشهداء الدائرة اللي حضرتك نزل عليها مرشح لانتخابات نواب 2020، تحب توجه لهم رسالة إيه؟ وقبل ما تبقى الكلمة لحضرتك قدام الناخبين، أنا حابة حضرتك تقول إيه على الجامع الكريم ده؟ الجامع الكريم ده بصراحة بيحملني أمانة ومسؤولية يعني التخطيط ومساندتهم والحفاظ على يعني مقدراتهم ودعمهم أمام الجهات السيادية وأمام الحكومة، وأن أنا أكون أتحمل المسؤولية بكل أمانة وبكل إخلاص بدون أي تقصير وتفاني، وإن شاء الله ده نظرتهم لي وربنا مش هيخيب نظرهم فيها إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح يا فندم. أنا يشرفني إن أنا أكون في اللقاء مع الباشمهندس محمد عبد الغني ابو احمد. يشهد الله ان انا يمكن اول مره التقي به، ولكن والله ما سمعت عنه وما قيل في حقه يفوق كل توقع. ان انا النهارده مثلا انا على علم مثلا واعرف ال 31 مرشح، كتير منهم اعرفهم شخصيا ولي علاقه طيبه بيهم، ولكن كل حديث ينتكلم فيه عن الانتخابات في اي مكان ايا مكان المكان اللي احنا متواجدين فيه، وفي حديث الانتخابات يظهر اسم المهندس محمد عبد الغني ابو احمد بدون داعي، والله بدون داعي وبدون يعني. احنا النهارده بنقول ايه، انا ممكن اكون بدعو لمرشح فعشان كده بتكلم كتير عنه، ده جاري حبيبي حد كويس حد اتعاملت معاه، لكن لما تبقى قاعد مع ناس عاديه خالص من اماكن مختلفه في مركز تلا او في الشهداء وتلاقي اسم المهندس محمد عبد الغني ابو احمد بيظهر، تعرف ان الراجل ده ان شاء الله هيبقى باذن الله حاجه مشرفه، يشرف المكان اللي هيبقى متواجد فيه، ويشرفني انا شخصيا ان انا اديله صوتي وان انا اكون في ظهره وادعو اهلي وحبايبي وكل اللي يهموني ان احنا نكون ان شاء الله مع المهندس محمد عبد الغني ابو احمد. طبعا مش كل واحد يخش المجلس ونائب بيبقى عنده الملكة والثقافة القانونية الرهيبة اللي يقدر يسن بها قوانين، لأن دي محتاجة خبرة القانون في مصر. طب إيه دور النائب؟ ببساطة دور النائب إن هو بينظر في جدوى هذه القوانين بما يخص ديارته، القصة كلها إن النائب بيشوف الصالح العام لهذا القانون